شو يلي بيحدد التصميم الناجح والتصميم الفاشل؟ أي تصميم بالعالم بيرتكز على ثلاث أساسات: الناحية الوظيفية، الناحية الجمالية، والتكلفة. خلينا ناخد فيلا أو منزل منفصل على سبيل المثال ونشوف كيف بدنا نحقق هالثلاث أساسات يلي ذكرناهم سابقاً. بالمرحلة الأولى منجمع المعلومات والمتطلبات من العميل، يعني مثلاً شو الفئات العمرية يلي ساكنة بهي الفيلا، شو نمط حياتها، شو عاداتها وشو تقاليدها وشو اهتماماتها. لحتى بالمرحلة الثانية نعمل تحليل لهي المتطلبات، يعني على سبيل المثال هل بيميلوا للخصوصية حتى نعتمد على الإغلاق، الفصل، في مثلا قسم ليلي، قسم نهاري، مجالس للسيدات، مجالس للرجال، مدخل للزوار ومدخل خاص لأهل البيت إلى آخره، أو هن بيميلوا للأوبن سبيسز، يعني بنعمل أوبن كيتشن، مطبخ مفتوح على الداينينج، على غرفة المعيشة وعلى غرفة الطعام، بنعمل هاي سيلينج يعني بالطابق بالفيرست فلور بالطابق الأول بيقدروا يكون في إطلالة على الجراوند فلور إلى آخره. هيك منكون حققنا الجانب الوظيفي. مننتقل لتحقيق الجانب الجمالي، فمنسأل العميل شو هي الألوان اللي بيفضلها، شو الخامات، شو خامات المواد اللي هو بيفضلها. كتير مرات بيكون في عندهم تنوع واهتمامات بكتير تفاصيل وكتير ستايلز بجوز ما تكون بتلبق على بعض، فمنسألهم أكتر شو هو الإحساس يلي بيفضلوا إنه يكون موجود بهذا المكان. على سبيل المثال ممكن يقولوا بنحب إنه يكون البيت كوزي، فيه جو من الدفء والحميمية، بيحبوا الاتصال مع الطبيعة، فساعتها نحن منروح باختيار المواد للخشب، منروح بإنه نعمل big windows، نوافذ كبيرة بتطل على المحيط وعلى الجاردن يلي برا لحتى نحقق اتصال أكبر مع الطبيعة، ومنحط plants بالبيت لحتى نقدر نحقق هذا الإحساس أو هذا الفيلينج. وبعض العملاء بيميلوا للبساطة، للمودرن، فبيختاروا الألوان المعتدلة مثل الرماديات، مثل البيج، بيصير في تداخل بسيط مع المداخلات بسيطة باللون الأسود، باللون الأبيض والأخشاب، يعني طراز الحديث. غالبية عملائنا بالقدرة بيحبوا إنه يعطوا الإحساس تبع الفخامة، طبعاً أكيد إحساس الفخامة ما بيرتبط بنمط أو ستايل الديكور اللي هن منقيينه، فيه يكون كلاسيك فخم، فيه يكون حديث فخم، بيرتبط أو يلي بيحقق هالإحساس الفخم هو العناصر المستخدمة. على سبيل المثال رخام بالأرضيات، ممكن يكون كبوك ماتش، ممكن يكون رخام بالإكساءات الجدارية، ممكن يدخل بالفرنتشر كتوبينج للطاولات إلى آخره. فينا كمان ندخل بالفرنتشر خامات وماتيريالات فخمة بألوان الأحجار الكريمة، يعني على سبيل المثال نحط باللائحة اللونية أو الكولر باليت تبعنا الجول كولرز يلي هن الأمرلد، الحجر الكريم أمرلد يلي هو اللون الأخضر، التوباز الأزرق، درجة حجر الروبي الأحمر بالفرنتشر على سبيل المثال. وفينا كمان إنه نستخدم الشايني ماتيريالز، يعني المواد يلي فيها سطوع، فيها انعكاس، فيها بريق، هذا الشيء كلياته بيحقق الفخامة. هيك منكون حققنا الجمال مثل ما العميل هو حابب انه يشوف المكان رح يكون المكان. ننتقل للتكلفة. تكلفة بقى مثلا حددنا انه بدنا نستخدم الخشب، بس اي نوع من الخشب بدنا نستخدم، الرخام بس اي نوع من الرخام. دايما في مواد وفي حلول بديلة بتعطي الاحساس العام بالتكلفة يلي بتناسب العميل. تحقيق هي المعادلة، يعني المعادلة بين تحقيق هدول الثلاث ركائز يلي هن الوظيفة والجمال والتكلفة، هالتوازن بينهم هو يلي بيحدد سواء كان التصميم ناجح أم فاشل. أنا نايا الأندلس، معمارية من شركة القدرة. نهاركم سعيد ومنشوفكم بالفيديو القادم.